وفيديو مرح مليء بالبهجة والسعادة ظهرت الفنانة اللبنانية الجميلة نانسي عجرم بصحبة زوجها طبيب الأسنان فادي الهاشم وبناتها ميلا وأيلا وهما بيغنوا مع بعض في العربية. نانسي عجرم نشرت الفيديو عبر حسابها موقع انستجرام وهي بتظهر مع عائلتها وهما بيغنوا مقطع من أغنية الفنان الكويتي حمود الخضر كن أنت، وبتقول كلماته لا نحتاج المال كي نزداد جمالا. خاسر فتلك مظاهر لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهر لا هنا في القلب لا 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 نرضي الناس بمالا نرضى ولا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى. كان الفيديو ده امبارح الحقيقه متداول جدا جدا، ونانسي بشكل عام كده بتشوفها بتحس فيه فرح كده والجو بيكون لطيف. هي بتحسها كمان اخت بناتها. هي هم الثلاثه اخوات. بصي نانسي تحس ان هي فيها يعني طفوله كده غير عاديه. فربنا يحميهم بقى، اسره لطيفه قوي يعني، والفيديو كان ظريف واكيد الناس استمتعت بيه.